الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، مرحبا بهذه الوجود الطيبة الطاهرة، وصلى الله تبارك وتعالى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ومستقر رحمته. لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى في سيرة حبيبنا وعظيمنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، نأخذ منها الدروس والعبر التي يصلح الله تبارك وتعالى بها دنيانا وأخرانا. وقفنا في اللقاء السابق عند موت أبي طالب، يعني وصلنا إلى العام الذي سمي بعام الحزن، لأن هذا العام مات فيه أبو طالب وماتت فيه خديجة رضي الله عنها. وموت أبي طالب فيه دروس وعبر وفيه أخلاق لا بد أن نقف عندها، فيه معاني راقية. من أعظم هذه المعاني معنى الوفاء، والوفاء قل في زمننا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أوفى الناس لم ينسى قط ما فعله عمه معه، إن أبا طالب أخذ يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتي من قوة من أجل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يريد، وحتى لا يؤذي أحد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول على دين محمد صلى الله عليه وسلم أنه من خير دين البرية دينا، لكنه مع ذلك لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كرسول ونبي، وإنما أخذ يدافع عن النبي حمية من أجل القبيلة ومن أجل أنه عمه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى عمه في آخر لحظات حياته. والحديث في الصحيحين من حديث المسيب ابن حزم، والمسيب هذا صحابي وأبوه أيضا صحابي، وابن المسيب سعيد بن المسيب، الكل يعلم سعيد، سعيد بن المسيب مشهور بأنه سيد التابعين، وإن كان جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن سيد التابعين أويس، لكن قال أهل العلم أويس سيد التابعين في العبادة، وسعيد بن المسيب سيد التابعين في العلم. فمن الطرائف أن سعيدا هذا رحمه الله ورضي الله عنه ذكر أن جده الحزن، واسمه سعيد بن المسيب بن حزن، جده حزن هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل. كلمة حزن معناها صعب، الحزن يعني الصعب، وتأتي أحيانا أيضا بمعنى الحزن، ولذلك تجد في الحديث اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، الحزن يعني الصعب. فقال أنت سهل. كانت هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير الأسماء، حينما يرى اسما ليس مناسبا أو هذا الاسم له دلالة غير طيبة كان يغير الاسم. فقال أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال له لا، أنا اسمي حزن وأفضل حزن. فقال سعيد فلا زالت الحزونة فينا. فضلنا طول عمرنا بقى لكل الأجيال فيهم الصعوبة دي وفيهم الشدة. المسيب بن حزم رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل أو أبا جهل ابن هشام، رأى أبا جهل وعبد الله ابن أمية ابن المغيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي قل كلمة أشهد لك بها عند الله، يعني قل لا إله إلا الله حتى أشفع لك عند الله تبارك وتعالى. ويقول أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب
أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني تترك ملة عبد المطلب، تترك دينك ودين آبائك؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة. يعني كلما يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعود أبو جهل وعبد الله بكلامهم هذا، حتى كان آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصحيحين، قال: يا عمي إنك أعظم الناس علي حقا وأحسنهم علي يدا، وإن لك فضلا علي أكثر من أبي، لأن عمه هو الذي رباه، هو الذي أنفق عليه، هو الذي أكرمه، هو الذي حباه ودافع عنه. يقول: لك حق علي أكثر من أبي، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فماذا قال أبو طالب؟ قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما قالها جزعا، يعني خوفا من الموت، لقررت بها عينك. وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هنا دروس وعبر في غاية الأهمية في هذا الحديث. أولا، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على هداية عمه. وهكذا يجب علينا أن نتعلم الوفاء، الوفاء لكل من قدم لنا خيرا وأسدى إلينا معروفا. لا تنسى الوفاء حتى وإن كان الذي أحسن إليك كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم أراد لعمه الخير، وكذلك يجب أن نريد للناس الخير. لا نحب للناس أن يدخلون النار. المسلم يريد الخير للناس جميعا، ولذلك يدعو إلى الله. أنتم لماذا تخرجون؟ من أجل الدعوة إلى الله؟ هكذا شأن المسلم، أن يدعو الناس إلى الله، لأنه لا يريد الخير لنفسه فقط، وإنما يريد الخير للناس جميعا. وأنت لو نظرت في قول الله تبارك وتعالى، وهنا لفت في غاية الأهمية، في تفضيل الله تبارك وتعالى هذه الأمة على سائر الأمم، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأتى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا مترتب على الإيمان بالله. إنسان إن لم يكن مؤمنا لن ينفع أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن منكر، لكن قدم الله تبارك وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة إلى الله لبيان أهمية الدعوة إلى الله ونشر الخير بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ذلك. الحكم الثاني، وهو أيضا في غاية الأهمية، أن الله يقبل توبة التائب ما لم تصل روحه إلى الحلقوم، حتى لا ييأس الناس من رحمة الله تبارك وتعالى. يعني في فرصة لأي إنسان أن يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى، حتى وإن كان كافرا له فرصة، ما دامت روحه في جسده يستطيع أن يتوب ويرجع إلى الله. ولذلك بوب الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم على هذا الحديث، قال: باب صحة إسلام من حضرته الوفاء ما لم تبلغ الروح إلى الحلقوم. إذن الذي يسلم قبل أن تصل روحه إلى الحلقوم، أي قبل أن يعاين ملك الموت، يقبل الله تبارك وتعالى إسلامه. وكذلك الذي يتوب، الذي يتوب قبل أن تصل روحه إلى الحلقوم يقبل الله منه ذلك. أما لو وصلت الروح إلى الحلقوم أو عاين الإنسان ملك الموت، لا يقبل الله منه توبة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله. قال الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. انظر إلى الآية الأولى:
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. كثير من الناس يفهم هذه الآية فهما خاطئا، وهذا الفهم يعوق بعض الناس عن التوبة، يخليه ما يتوبش لربنا ولا يرجع لربنا. ليه؟ إنه بيظن أن إذا أذنب الإنسان ذنبا لن يقبل الله منه هذا الذنب إلا إذا فعله وهو لا يعلم أنه ذنبا أو أنه ذنب، أما إذا علم أنه ذنب فلا يقبل الله منه التوبة. هذا فهمه، وهذا فهم في غاية الخطأ، إن هو بيظن أن كلمة جهالة معناها الجهل بالحكم الشرعي. يعني يظن أن مثلا إنسان وقع في الحرام وهو يعلم أن هذا حرام، فيحسب أنه لو تاب إلى الله لن يقبل الله منه لأنه وقع في الحرام ويعلم أنه حرام. نقول هذا خطأ. أكثر الناس الذين يقعون في الحرام يقعون في الحرام هم يعلمون أن هذا حرام، أكثر الناس على ذلك. وإنما كلمة جهالة هنا معناها سفه، وكل من عصى الله تبارك وتعالى فهو جاهل، جاهل بمعنى سفيه، فعل شيئا لو كان مستحضرا لعقله وعلمه بالله لما استطاع أن يتجرأ على الله، لكن في لحظة ضعفه، في لحظة الضعف وغلبة الشهوة، اللي بيحصل يقل العقل، ولذلك بعدما ينتهي من فعل الحرام يعود إليه رشده ويعود إليه عقله، يقول كيف فعلت ذلك، أين كان عقلي حينما فعلت ذلك. هذه الجهالة، هذه الجهالة. ثم يتوبون من قريب. ما معنى قريب؟ قريب ليس معناها التوبة بعد الذنب مباشرة، وإنما قريب أي قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم. شفت بقى رحمة ربنا واسعة قد إيه؟ شايف صبر ربنا سبحانه وتعالى على عباده قد إيه؟ يعني لو أن إنسانا أذنب ذنبا وما تاب من هذا الذنب إلا بعد 100 سنة لقبل الله توبته ولن يرده خائبا، ولو رفع يديه إلى الله تبارك وتعالى لا يرد الله يديه صفرا خائبتين، وإنما لابد أن ترجع هاتين اليدين بالخير من الله تبارك وتعالى. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم من عمه ذلك. لكن بقى الذي وصلت روحه إلى الحلقوم أو عاين ملك الموت، لا، لا تقبل توبته. لماذا لا تقبل توبته؟ لأنه دخل في مرحلة الآخرة، دخل في حياة أخرى، حتى وإن كان في الدنيا لكن دخل في أمور أخرى، وحتى يعمل الناس لله تبارك وتعالى ولا يتكلوا على أنهم إذا رأوا ملك الموت تابوا، إذن سيتوب الناس جميعا إذا رأوا ملك الموت. ولذلك حينما تأتي علامات يوم القيامة وتخرج الشمس من مغربها لا يقبل الله توبة تائب. لماذا؟ خلاص دخلنا في أمور الآخرة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولذلك لم يقبل الله تبارك وتعالى توبة فرعون، وفرعون حينما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن بي بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فهل نفعه هذا الإيمان؟ هل أغنى عنه هذا الإيمان من الله شيئا؟ لا. لماذا؟ لأنه جاء يتوب في وقت لا ينفع فيه التوبة، جاء يندم في وقت لا ينفع فيه الندم. الله تبارك وتعالى أحياه سنوات طويلة ولم يرجع ولم يعتبر. ولذلك أهل النار حينما يصرخون في النار ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ماذا يقول الله لهم؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ألم أحييكم في هذه الدنيا 20 سنة 40 سنة 100 سنة؟ كل إنسان بحسب ما عاش. كل هذه السنوات التي عشتها لماذا لم ترجع؟ لماذا لم تتب؟ ما الذي منعك؟ وجاءك النذر.
إن كنت في زمن نبي أو رسول فقد جاءك النبي والرسول، وإن لم تكن في زمن نبي أو رسول فهناك من العلماء الذين يبلغون عن الرسل ويبلغون عن الله، وهناك كتب أنزلها الله تبارك وتعالى، وهذه الكتب منها ما هو محفوظ كالقرآن الكريم حفظ ولم يبدل ولم يغير، فلماذا لم تعمل به؟ جاءك النذير، الشيب نذير، حينما كبرت سنك ورق عظمك واشتعل رأسك شيبة، أليس في هذا تنبيه لك أنك ستلقى الله؟ فإلى متى ستظل تعصي الله تبارك وتعالى؟ إلى متى ستظل متجرئا على ربك وخلاص الشعر بيض وضعف البدن ودب المرض في الجسد، متى ستعود؟ ما هو ده نذر، هذا نذير يذكرك بقرب أجلك. حينما ترى الموت من حولك، ترى الكبير يموت والصغير يموت والطفل يموت والقوي والضعيف، ترى الناس يموتون من حولك، أليس هذا نذير يذكرك أيضا بأن الله قادر على أن يوقفك بين يديه في لحظات، وأن تسقط ورقتك في لحظات؟ مش كل ده يذكرك؟ كل هذه نذر، المرض نذير، وهكذا. فنبينا صلى الله عليه وسلم أراد لعمه الخير، أراد لعمه الخير فدعاه إلى الله تبارك وتعالى، لكن أبا طالب ظل على ما كان عليه من أمر الجاهلية، أبى أن يقول لا إله إلا الله. ومن أعظم الأسباب التي حملت أبا طالب على أن يموت كافرا، خلي بالك قلت لك في أخلاقيات، صحبة السوء والكبر، صحبة السوء والكبر. أبو طالب كان فيه كبر الجاهلية، ما بيقول للنبي إيه؟ لولا أن تعيرني بها قريش، ما الذي يضرك؟ عيروك أو لم يعيروك؟ لكن هو يرى نفسه، كيف يقال إن أبا طالب خاف من الموت؟ ذكرني ببعض الناس، فرجل كان كبيرا وكنت أعمل معه في مكان، يعني سبحان الله ما كان يصلي قط وما كان يصوم، وسبب عدم الصيام قال لأنه مريض ومرض يمنعه من الصيام، لكن ليس هناك ما يمنعه من الصلاة، وكان يسب دين الله تبارك وتعالى ويفعل المحرمات ويجهر بذلك، ويعني ما كان يحبني، يعني ما يحبني ازاي يعني. وكنت دائما في المكان الذي أعمل فيه أذكر الناس بالله، فإذا ذكرت الناس بالله اعترضني وقال لي انت بتعطل الناس عن الشغل وبتعطل، أقول سبحان الله، طب ما كانوا لسه بيتكلموا من شوية، ما كانوا لسه بيعملوا شيء من شوية، ليه لما أنا جيت أذكرهم بالله قلت لي بتعطل الشغل؟ سبحان الله. هذا الرجل قال له صاحب لي يوما، انت كبرت في السن ومريض وعندك مرض شديد، ما تصلي تدخل المسجد وتطوب لربنا والكلام ده؟ تخيل ماذا قال له، قال له انت عايزني بعد ما كبرت في السن ده اخش اصلي؟ يقولوا لما كبر في السن دخل يصلي؟ لا اله الا الله، انت بتتعالى على رب العالمين؟ ما هذا الجهل؟ وسبحان الله كنت أتمنى أن أعلم كيف سيموت هذا الرجل، وسبحان الله عرفت أنه مات في دورة المياه، سبحان الله. فالشاهد من الكلام أن الذي حمله على هذا كبر في نفسه، الكبر، الكبر. أنا قلت قبل ذلك لكن عشان الإخوة يستفيدوا، يعني الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أن أصل الأخلاق الفاسدة ثلاثة أخلاق، هذه الأخلاق الثلاثة ينبثق منها كل خلق سيء، الكبر، وهو الذي حمل إبليس على الكفر والاعتراض على أمر الله، وأبى أن يسجد لآدم بسبب كبره، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
فالكبر يحمل العبد على الكفر. والحرص، الحرص هو الذي حمل آدم عليه السلام على الأكل من الشجرة، والحرص هو الذي يحمل كل عبد على الوقوع في المعصية. حريص على شهوته، حريص على متعته، حريص على دنياه، حريص ان يعيش عيشة فل وعيشة حلوة، حريص ان يعيش في فيلا فممكن يأكل الحرام ويقبل الرشوة، حريص على حياة أولادي من بعدي فيأكل من حلال أو من حرام عشان يكنز لأولادي. الحرص من أعظم الأسباب التي تحمل الناس على المعصية. فعصى آدم عليه السلام ربه بسبب الحرص، لأنه كان حريصا على الخلود، حريص على أن يبقى في نعيم الجنة. والحسد، الحسد هو الذي حمل أحد بني آدم، بني آدم على قتل أخيه، حمل قابيل على قتل أخيه هابيل. فكل الشرور ينبع من هذه السلاسة. الحسد يحمل الإنسان على الحقد والكيد للناس والمؤامرة، التآمر على الناس لأنه يحسده، لا يريد له الخير. بل أحيانا الحسد يحمل الإنسان على سوء الأدب مع الله. ليه يا رب اديته ما ادتنيش؟ هو أحسن مني في إيه؟ لماذا أعطيته؟ أنا أعلم منه، أنا أفهم منه، أنا أزكى منه، أنا أقوى منه، لماذا أعطيته ولم تعطني؟ وهكذا. هذا ما يحمل الحسد الناس عليه. فالحسد من أعظم الشرور، فينبثق من هذا الحسد الانتقام، الكيد، المكر، الغش، الخداع، الخيانة، كل هذا سبب ماذا؟ الحسد. فأبو طالب لم يؤمن بالله بسبب أنه تكبر وقال هذه الكلمة. الأمر الثاني أو الثالث، سوء الخلق. وسوء الخلق يحمل الإنسان على مصاحبة الأشرار. وأنت لما يكون إنسان أخلاقه سيئة هيصاحب مين؟ هيصاحب الصالحين؟ لا طبعا، في الأغلب، في الأغلب سيصاحب من على شاكلته. مش بقول لك الطيور على أشكالها تقع؟ فهو كده، الطيور على أشكالها تقع. وكل إناء بما فيه ينضح. فالإنسان السوي يصاحب الأسوياء، الحقود يصاحب الحقدة، والحسود وهكذا. كل إنسان يصاحب من على شاكلته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تشابه منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. أرواح الصالحين لأنها تتشابه تتآلف قلوبهم. وما الذي جمعكم جميعا في هذا المكان؟ لأن الأرواح متشابهة. أنتم جميعا ولله الحمد تحبون الله ورسوله، وتحبون الدعوة إلى الله، وتحبون الخير، وتحبون بيوت الله. أنتم جميعا ولله الحمد اشتركتم في هذه الصفات، ولذلك جمعكم الله في هذا المكان. ولو في مكان آخر اجتمع أناس آخرون يحبون الشهوات ويحبون الملذات ويحبون الخمور، هيجتمعوا في الأماكن اللي فيها الخمور والزنا ولعب الأمار والكلام ده. هو كده، الأرواح جنود مجندة. ولذلك قالوا: لو أن رجلا مؤمنا دخل في 1000 منافق ليس فيهم إلا رجل مؤمن ما جلس إلا بجوار المؤمن. هيسيب كل الجماعة المنافقين ويقعد جنب المؤمن اللي زيه. ولو أن رجلا منافقا دخل في 1000 مؤمن فيهم رجل منافق سيترك 1999 وهينقل المنافق ده اللي يقعد معه وتصاحب عليه. ليه؟ لأنه على شاكلته، على شاكلته. فأكبر مصيبة صحبة السوء. من الذي جالس أبا طالب عند موته؟ أبو جهل. ده كفاية أبو جهل ده لوحده. أبو جهل، يا سلام عليك يا حمزة، جزاكم الله خير. إيه يا عم الحلاوة دي؟
شايف بقى نعمة التربية. جزاكم الله خير. فيجالسه أبو جهل. يعني من الأمور التي تؤثر في نفس الإنسان حينما يرى الإنسان يعني يرى غيره في سياقة الموت، عند الموت الإنسان عند الموت أضعف ما يكون، يكون أضعف ما يكون في أضعف حالاتك. فحينما ترى الإنسان عند الموت يلتف حوله أهل الصلاح ينتفع بهم عند موته لأنهم دائما يذكروه بالله، لكن حينما يلتف حوله أهل الفساد، يعني رأيت أحد الجماعة المغنيين عند موته مين اللي رايح يزور واعد معاه والكلام ده؟ ناس من الفاسدين اللي كانوا معاه على طول ملحنين وبتوع ترابات تاتيه والكلام ده، بعض الناس حواليه. طيب يا ريتهم حواليه بقى بيذكروا بالله، ما خلاص بقى الراجل هيموت، يا ريت بقى يذكروا بالله والقرب ويستغفر على ما فات واي حاجه. لا، يروحوا يقعدوا جنبه ويجيبوا الموسيقى، آلات الموسيقى والغناء والطرب، ويلا غني. الراجل بيموت مش قادر يتكلم اصلا، مش قادر يتكلم، ويذكروه فاكر اغنيه كذا، فاكر اغنيه، طب يلا غني معانا الاغنيه دي. طب يا راجل الرجل يموت، دعكم من امور الدنيا، انتم متعلقين بالدنيا حتى عند الموت. لكن سبحان الله هذه سنه من سنن الله في خلقه. تعرف في مثل بيقول لك ايه، يموت الزمار وصابعه بتلعب. المثل ده مثل صحيح، مثل صحيح، والمقصود ان من عاش على شيء مات عليه، وهذه سنه من سنن الله في خلقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من مات على شيء بعث يوم القيامه عليه. فالإنسان الذي يموت على شيء يبعث عليه، ولن يموت على شيء، جزاكم الله خير، ولن يموت. أي حد بيجيب لي حاجة لازم أستعملها، ليه؟ عشان أديله أجر وقتي على طول. لا جزاكم الله خير. شوف بقى لما تقول لحد مثلا لا جزاكم الله خيرا، الأفصح بلاغة تقول له إيه؟ لا وجزاك الله خيرا. شوف تقول له إيه؟ لا وجزاك الله خيرا. ليه؟ عشان تفصل بين لا، حتى لا يفهم المستمع أني أقول لا جزاك الله خيرا. ما كأني أقول لا جزاك يعني ربنا مش هيجزيك، لكن أقول لا وجزاك الله خيرا يعني أؤكد أن الله يجزيك خيرا. دي حتة كده بلاغية يعني. نعم. لن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة أن يموت على طاعة الله إلا إذا عاش على طاعة الله. فالذي اعتاد أن يدخل المساجد ويدعو إلى الله سيموت بإذن الله وهو في المساجد وهو يدعو إلى الله. يعني على هذه الشاكلة أحد العلماء هو أبو زرع الرازي، عند موته أبو زرع الرازي كان من أكابر علماء الحديث، يعني كان في زمن الإمام أحمد بن حنبل هو أبو حاتم الرازي، وكانوا من أكابر العلماء، وكان من العلماء المختصين في علل الحديث ونقد الحديث، ويعني عالم كبير جدا. فعند موته أراد أصحابه أن يزوروه وأن يلقنوه الشهادة، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فماذا يصنعون؟ جلسوا حوله وأرادوا أن يذكروه بالله، لكنهم استحوا أن يقولوها صراحة لرجل ظل حياته كلها يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى ويدافع وينافع عن حديث رسول الله. فقالوا نعمل حيلة كده. جلس الأول قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وما قدرش يكمل الكلام فسكت. فقام الآخر وقال حدثنا فلان عن فلان وسكت. ثم الثالث قال مثله وسكت. فقال أجلسوني، كان نائم، قال أجلسوني فأجلسوه. ثم قال حدثنا فلان عن فلان إلى أن ذكر الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات. سبحان الله، رجل عاش على ذلك فمات على ذلك لأنه صاحب الأخيار.
شوف من الذي يجالسه يذكرونه بالله. لكن أبا طالب لم يصاحب الأخيار، مع الأسف لم يصاحب إلا من جلس معه من هؤلاء الناس، فلم ينتفع به ولم ينتفع بمصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الكبر الذي ذكرته لكم. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الهداية محض فضل من الله، وأن الله يصطفي من عباده من يشاء، وأن العبرة ليست بالنسب وليست بالقرب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسرع به عمله لم يلحق به نسبه. فالمسألة ترجع إلى العمل. كان ينادي: يا صافية يا صافية يا عمة رسول الله اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا، يا بنو هاشم يا بنو عبد المطلب اعملوا فلن أغني عنكم من الله شيئا. فالعبرة بالعمل، وأن إسلام العبد وهداية العبد محض فضل من الله. فاحمدوا الله تبارك وتعالى أن هداكم للإسلام ومن عليكم بالإسلام. أبو طالب رأى النبي ورب النبي ودافع عن النبي، ومع ذلك لم يؤمن بالنبي كرسول. ونحن لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك آمنا به، فهذا محض فضل من الله تبارك وتعالى. يعني أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم، وطبعا الحديث لسه في فوائد كثيرة. نعم لا عشان ما طولش عليكم، جزاكم الله خير، فنكتفي بهذا القدر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا بركة وسلامة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين، واحقن دماء المسلمين في سوريا، واحقن دماء المسلمين في السودان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم سدد رميهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انهم حفاة فاحملهم، جوع فاطعمهم، مرضى فاشفهم، جرحى فداويهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم وأيدهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم اجعلهم يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. اللهم لا ترفع لهم في بلادنا راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.